هو مهرجان أرجو أنه يكون جديد لأنه بيقدم نوع من الثقافة الآسيوية يعني مش معتنى بيه بدرجة كافية في بلدنا، لأن احنا عندنا متصورين ان احنا أفارقة، بس احنا جزء مننا وهو جزء عزيز علينا اللي هو سينا، جزء من حضارتنا ومن ثقافتنا لازم نهتم بيها. وأرجو أن المهرجان ينجح في إلقاء الضوء على الثقافة، مش بس السينما، على الثقافة الآسيوية بشكل عام. الحقيقة أن أنا مبسوط ومتحمس جدا 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 لمشاركتي في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، قعدوا لجنة التحكيم في أفلام الطلبة. والحقيقة أن دي حاجة محمسة جدا، وأنا متصور أنها تبقى تجربة كويسة، او يعني اتمنى انها تبقى تجربه كويسه. اكتر حاجه بتسعدني في الموضوع ده هو المهرجانات المتخصصه في دول احنا ما بنشوفش الافلام بتاعتها على مدار السنه. ده مهم جدا، يعني احنا ما بنعرفش مع الاسف في دور العرض ما بنعرفش غير السينما الامريكيه وبعض الافلام الاوروبيه اللي يعني على استحياء بتعرض من خلال بانوراما الفيلم الاوروبي، من خلال بعض المهرجانات اللي بتقدم افلام اوروبيه. لكن لما نشوف افلام اسيويه ده حاجه مهمه قوي، لان هم عندهم سينما متقدمه على فكره جدا ومتطوره جدا، واحنا ما نعرفش عنها حاجه، والجمهور المصري ما يعرفش عنها حاجه، والاعلام المصري ما يعرفش عنها حاجه. ده في حد ذاته هدف اعتقد ان هو مهم قوي. متوقع ان شاء الله نجاح، لانه في يعني في لجنه كبيره جدا بتشتغل وبتحاول تعمل مهرجان مهم، وخصوصا انه فكرته جديده، ان هو بيعرض الافلام الاسيويه، وده النوع من الفن مش منتشر قوي بالنسبه لنا في مصر او لينا كفنانين يعني. فان شاء الله اتوقع له النجاح باذن الله. دي فرصه مهمه جدا ان الاستاذ مجدي احمد علي اداها لنا، انه احنا يكون مجموعه شباب جداد ينضموا لصناعه المهرجانات في مصر، وانا بسميها صناعه مهرجانات لان ده حقيقي. احنا الموضوع تطور بشكل كبير جدا، وبقى فيه افكار جديده لازم تتضخ جوه المهرجانات المصريه. هي صناعه عندها بعد سياسي، عندها بعد اقتصادي، عندها بعد فني وثقافي بالطبع. ولذلك اتمنى انه احنا من خلال خطواتنا في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية نحاول بقدر الامكان نقدم نموذج جيد.